اسمي هو أحمد رحمان الشاع خلف، الملقب ببروسلي العراقي. سبب اللقب الجمهور هو اللي لقبني، مارست أكثر من فن قتالي، يعني أكثر من فنون قتالية، هذا سبب. وسبب مساعدتي للناس ومساعدتي للاعبين عندما يمرون بظروف عصيبة، فبهذا السبب تلقبت بروسلي العراقي، وأنا افتخر بهذا اللقب. انطلقت في طريق الفنون والعلوم القتالية أول ما دخلت رياضة الكونفو. الفنون والعلوم القتالية هي ليست فقط فنون وعلوم قتالية، بل هي شريعة بحد ذاتها، شريعة الفنون والعلوم القتالية. من خلال انطلاقتي ومسيرتي في هذا الفن بديت أسلسل إلى بقية الفنون والعلوم القتالية، ثم اتجهت إلى فنون وعلوم قتالية أخرى، منها رياضة النينجا والجودو والكاراتيه والجوجستو والمواي تاي والملاكمة، حد ما وصلت وانحدرت إلى رياضة التايكواندو الكورية. طموحاتي أن أفتح أكبر أكاديمية للفنون والعلوم القتالية والدفاع عن النفس والتعبير عن الذات وتعزيز الثقة في النفس من خلال الفنون القتالية، من خلال الفنون والعلوم القتالية للمدارس والجامعات والجيش والشرطة. الشهادات اللي حصلت عليها كلها شهادات دولية مثل ما جاي تشاهدون. هاي شهادة البروفيسور الأولى تايكوندو، أوكي. هاي الشهادة الثانية واحد دان دولية، وهاي الشهادة التصنيفية الدولية، وأيضا هاي شهادة دولية، وأيضا هاي شهادة دولية. المعاناة اللي نعاني من يمها ما عندنا، لا عندنا دعم ولا عندنا قاعة ولا عندنا أي شيء، ولا عندنا أي جهة تدعمنا، وكل الجهات اللي جتنا وقالت ندعمكم ما دعمتنا ولا قدمت لنا أي شيء، يستحيل.